إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد وحن كسو جرني تفسيك القرآن الكريم كاها ودرسيني لبا بقول سديتن يلبا ونوغا بلابنا يا آيات بقول أفرتن يا أفر من سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى قال ربي وحيري يا موسى موسى إني أنيغا استفيتك واكو دارتي على الناس دارك كركودان كا دارتي برسالاتي رسالوين كيغان كو دارتي وبكلامي لهدل ديدان كو دارتي فخذ قادو ما الذيكي آتيتك أنكو سيي وكن كمدنقو من الشاكرين كو شكريا وكتبنا وان أقرنو إلى يري لو موسى في الألواح الواحد بحديدة من كل شيء شيء ما أنتي سنوقرني موعدة وانا أوقرني إيا وتفسيرا كالسارد لكل شيء وهو البدل كالسار فخذها وقلنا له عن كنري خذها الواحد قادو بقوة بجد واجتهاد بطن ما أقادو وامر أمر قومك تتكاغا يأخذوا حقاتين بأحسنها الواحد متكيدا وراك بضان سأريكم وإن انتصد دونا دار الفاسقين بعد إلهي كوا كبعي دار تود آيات وحي على قاب الله بكرن آيات كوريي نبي الله موسى عليه السلام ميقاتك إلهي أقبت مركو يميد رب الله أدلي أو رب هذا الكيسي مغلي أوحير ربي أو إتوس نفتاد عن أركو فيريه ربي مركز كوير الدون كي أرك ميديد لكن بالبورتا سفيري حتى يميشي دكو سغناتو وادي أرك دون تدب دنبه مركي ربي بورتي اسكو موچيه بورتي وابابعي نبي موسى واسوحي مركو سوناحي أوير سبحانك تبتو إليك إلهو واتكن نستعته الدون إن لبوغو أركو وانا كاغا صلابت دلبك ان كويري اتوس نفس الدارة انا اوهرية انت الرميضة ان ادون لقوق اركينين رب العالمين مركز سيدان كويري قال ربي وحويري يا موسى موسى اني انيغا استفيتك واكو دورتي على الناس دكان كا دورتي بالرسالاتي رسالوين كيغان كو دورتي او ان الرسالة دي اديغا كو ديبو أن رسول كابكتو أو أن ذاتك كود ديرو أن كود دارتي وبكلامي لهدلت ديدنا وكود دارتي إنان أديك كراها دلو بدون واسطة أيضا إبنو بحيدة إسان جيرين إنان هذا الكيغا مغشانا أدان كود دارتي فخود قادو ما الذي كي آتيتك أنكو سيي قادو من الكلام والوحي والمناجاة وحي أنكو سيي أو إنان كو وحي وديئة إنان كلا عطلي بدون مواسطة إنان كلا كوضيء قادو وكن كمدنغو من الشاكرين كوا شكرية وهو هنقل تابن وحادن أوودي هنا الدلباني هنا الدلباني سيداس أي الوير مارك إلهي بعد دورتي نبي الله موسى عليه السلام ذاتك وقت يسجوكو كاد دورتي معنى هذا ماهن إنو نبي محمد كفضل بنيهي عالم كي وقت يسجوكي و إلهي كاد دورتي نبي محمد سيد ولد آدم سيدا سوية سيدا حديثك صحيحة قصوغا انت كوي هرئي عمالها الدم بباستغا وفضل بلان سيدا سدرت إذا إلهي كقاري يالي إنو النغل خاتم الأنبياء والمرسلين رسول شهدان كي لغو صوقة تيمي وشريع حديثه أي دائم كنقون إذا إلى قيامها اللقاء قارو داتك النبي محمد راعنا وداتك أغبادا إيه النبي راعي
سيداس تردد وحوين أفضل البشر على الإطلاق أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد جيسنا وحو فضل بضان خليل الرحمن نبي الله إبراهيم عليه السلام ثم موسى ابن عمران كريم الرحمن قال تعالى إلى وحيره وكتبنا وانقرنا له موسى أقرنا في الألواح الواحد وحن أقرنا من كل شيء شيء لما أنتس ويحتاج إليه وكستغه باهي الدينه باهي أن الواحد أقرنا موعدة كبدل من كل ذات كبدلين إلا وفي مع النصبين كان مجلوكوية موعدة وانا أقرنا إيا وتفصيلا كالساري لكل شيء شيء كستغل كالساره وانو وترقيب يترهيب إيوه وأويا أحكام وأول بحلال إيا حرام الوكرة ساريو أنو قرنو إلهي سبحانه فخذها وقلنا له عن كنري فخذها قاضو الواحدا الواحة إلهي وصغر التوراة قاضو الواحدا بقوة حرك قاضو أي بجد واجتهاد وعزم على الطاعة وعطو قاضتا نبنمو قوان أذك أبو قوان صدقنا أهو قانسا تقاضو وانا معنى اللي هذا التزام قفك وحو يندين كإسلام كدو التزامه كدب دو مسألة كتك مسألة والله فيريا مسألة وكتك ما تركي إذا كفر يما سمعها لكن هدو سنب التزامي ما با إسلامي التزامي معنى هذا واحد طاعي قوان صشو وقوان صدو إنو قاتو دين كإسلام يهو قاتو التزام كمعنى سواسا إنو التزامه معنى هذا واحد طاعي إنو قوان صدو دين كإسلام يهي إنو قاتو قوان خصمية وانا مداس من تقفو البلغة ربا إنه قوان صدو دين كان وحير وحوين سيدو يهي إنه أقاطه فعلا وطركا وإلام رأي الله سمعيه وسمعيه وإلام رأي إنه كتغ أو كتغ عقيدة إعباده دمان إنه قارتك شدو التزامه مارك حوب أقاطه وامر أمر قومك باتكاغا يأخذوا حقاتين بأحسنها تورات كويده ونأكا بضان أحسنها الواحدين واللو عليكرا بأحسنها أي أحسن ما فيها وحا الواحدان كو قران وحا أبو ونأكا بضان حالو رجيدا وحا اللو رجيدا الواحدا وحا كو قران إني أوامر سمعيان نواهين كتاغان شيء ونأكا بضان وحو يهي أوامر تاس إني سمعيان وفريان oo ay ka tagaan nawaahida haayara sheegi lagu amray inaad sameeydo waasid kan wareega badan weeye wuxuuna ka wareeg badan yahay midkii laga reebay inaad sameeydo marka sheega wareega badan aqaateen waxay tahay awaamirta ku dhaqmeen nawaahidan ha ka fogaadeen waasaas saasoo ibn jalal dabar u toojiyi wa inay awaamirta sameeyaan ahsanku oo nawaahida aysan sameeyin hayna nawaahida sameeyteed ahsan maaha إلى وحر سبحانه سأريكم وإن انتصد دونا دار الفاسقين كو الضاعة إذا كبعي بل دارتود حلو رجيدا وحلو رجيدا سيدة أطورتي حافظ ابن كثير إيا آي مكال ابن جليل الضبر وكميدي هاي وحويان بدكاس توراد كو بقم الديرة وحدود دعال إلالي الديرة كبح الضاعة إذا بل ماشي كو الضمبيان وحلاق إيا بابا واضاك دونتا إذن كو اسكا إلالية oo ha qilaafinina kitaab kaas ilaahay taab kaas ilaahay idin soo dejiyay idinku ku toosnaada dadka qilaafa oo aan ku toosnoon waad arki doontaan xiribtooda waxa ku dhaca sidaas way macnaa ugu fiican macani kala jirta oo ah reer masar fircoon iyo dadkiisii daartay degana jireen inay tuusi doonaan inta xaqno halaagno waxa weeyaan shaam oo gaala deganeed gaaladaas xiribtooda inay tuusi doonaan markaas shaam inuu ku wareejin doona laakiin haddii aayadkan markay dambo sidaan la leeyahay oo tawraad la siinayo ka horaba la halaagay fircoon iyo qoomkiisa waana arkay waxa ku dhacay marka macnaha soo raa wanaagsan oo ah waxa weyn kitaabkan qaata ku dhaqma waad arki doontaan dadka khilaaf xiribmada ku dhacda taas laga hadlayo qala ta'ala ila ughayri saasrifu wan lihina an ayati ayatkayga waa ka lihina الذين قوى يتكبروا رئيس وينيسية في الأرض رمك كوركيس اسكو وينيسية بغير الحق حقلان حاليكو سغيهين وإن يروا هدى أركان متكبرين تا كل آية آية من منتين
لا يؤمنون رمائم يام بها آياتا وإن يروا هداي أركان متكبرين سبيل الرشد هلوك والدديس لا يتقدوه كدقا ميان سبيلا وضو وإن يروا هداي أركان سبيل الغي بعضيدا والددد يتقدوه وحي كدقا ميان سبيلا وضو ذلك أي ذلك صرف لإنتاس آيات إله اللي قال ليحيي فعبد تواصل ناضي بأنهم بسبب أنهم أيها كذبوا كوي بينيه إن يهين سير كذبوا كسوك ناضي بآياتنا آيات كينا بينيه أو وكانوا أهابين غافلين قواها المنسان عنها آياتها والذين تبك كذبوا بينيه بآياتنا آيات كينا واللقاء الآخرة آخرة لكل مدد حبت دوي برتي أعمالهم عملية الكودة هل يجزون ميالا أبال مرنا إلا ما شيء ماهن كانوا أيهابين يعملون قوى السمية قال تعالى إله وحيري سأصرف وين كلي حين عن آياتي عن فهم آياتي آيات كيغ إني فهمان وين كلي حين الذين تبقى يتكبرون إسوينيسية في الأرض دوك كوكيس إسوينيسية بغير الحق حق لان حالي كسوينيين بدك متكبرين تا متكبر كان واحد اللي رهبا قفك حقا إسوينيسية حقا قادت ديدة بدك نيسا كاسا لرهبا بطر الحق وقمض الناس نبي قيري صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق كبر واحد اللي رهبا حقا قفك ديدو oo haqi ma ku cabaado oo raaci diido iyo dadka oo la yaso oo la liido labadaas ee kibir la yiraahdo dadka marka sifaad baas leh ee haq oo u cabaado raaci diide ama sababka liido dadka yasa ilaahay wuxuu ku abaal mariyo ku cadaaba adduunka inaysan fahmin ilaahay diinkiisa qulubtooda in la xiro oo laga xiro fahamka aayadka alle إلهي قولي سبحانه وإن يروا هداي أركان كل آية آيات دمانتين لا يؤمنوا رمائم ميان بها آيات آيات كستا معجزة كستا حق كستا عد هدلة صرمائم ميان عيلة قلبك قفل كجدك إلهي با قلبك وضحيري مالك إسوي ريسيين كبيركي أعقوبك النقضي كبيركو أحرين آدتهم وصفات وليدتا لورا عسا قدر كيدو كبير قفك قلبك كجشانة جاند إلهي مقاله جاند إلهي مقاله قال الحافظ بن كثير وقال بعض السلف علماء السلف قبل كود وحي رهدين لا ينال العلم علمك مجارو حيي قفح الشاط بلان ولا مستقبل يقف سلوي مدنا علمي مجارا لبداس علمك ولقهوشي قفك الدوح الشاط بلان سير هذا وين أرتاي سلالة اسمي هذا ويديك أرتا والغلاء يابا وحل إليه مسالة بالأوسد وقوم بالفيري شب اسكبه ولقس وحما بارتو هذا متكبر يسكره وين يهي وسلوي مقف كانت ويديك أرتا إلا واحد يكرت علمي دي مروح وجلية قف الصقة حتى إنه كاسي وفهم كرو إلا دتك قابط يسيال إلهي أكل فضلا واحد مرك علمي دي مرايست واحد عذاب أصلي إنه عالم يهي مسألة كقرصون مسألة دي مت كعلم يرايها وينو كقطع دوس كلام وين هذا سير هذا الشيخ ده ما يرتاعي ما كانت مسألة كقابط كرتا وعين كبير وكبير كلف تركيز كبير كي وجلي وجلي كرا علمي دي asadi waa madax kanana waa shacabka oo xukuma mid kamida marka suuley maadiga dhama madaxa aad waxa misal ka qaada kartaa shacabkan aad ka kunto waa kibir waxa ween qalbigiisa ilaahay daboolaya waxa dhici karta waa qani oo maalka ilaahay ku fadilay kanana waa faqir marka suuley makaasad akfar dhi karta oo fuqarada akfar isa karta waaba siday dhii jireen waxa ween madaxdii quraaysheed ee gaalada ahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam ay dhii jireen aan wax ka dhageysanay kuwa fuqarada ah ee saxaabadaada ah wax weyn fadhi gaar u sameey anagana fadhi gaar aan u sameeyno aan wax weyn lama fariisan kan waa lagu soo dhiirayaan dad nala siman ayay isku arkayaan dad la fariisano marka noocaas aan la fariisini fadhi gaar aan u sameeyo tan rabtay aan ka dhageysano marka kibirki taas waa iimaanaya nuciyal badan nuuc raba ku yimaad waa isku mid hadiiba qofku xaqi uu wax weyn u diido oo wax weeyaan kibir daraad isu jiraado nu weynaa tahay ma nuuc asad ka qaada kartaa waa wax uu ku hoogayo ku baayo duuxi shoodo isu jiraado ma masalad aan aad weydiin kartaa na waa meeshu ku hoogayo jahliga kula sugnana wa qara akhar irma kala baad kalena waxa yiraahdeen man lam yasbir ala dhul ta'allum sa'a qofkan ku sabrin oo u dul qaadan dhibaatada waxbarashada sa'ad بقي في ذل الجهل ابدا وهو كباقي النطريه ذلغه جهلغه ولغيس
حوين وحبراشادو ديباي ربطا نفتا اللي تشبشو لتواضعو وحوين لصبرو اي ربطا طفكي كو سبري ويا ساعتا وحبراشادا وحو كو سبري يا جاهل لما إنو كنو على دو ورقس ودل اي تاسو كو سبري إلى وقود سبحانه وإن يروا هذا يركان كل آية آية منت لا يؤمنون هم أي ميان بها آية وإن يروا هذا يركان سبيل الرشد هنوك ودنيس لا يتقدوه كدغ ميان جدكس سبيل وضع كدغ ميان ودن هنوك وضع قادة وإن يروا هذا يركان متكبرين سبيل الغي هذاوغ ودنيس أما بعضنا والتنين يتخذوه وحي كاتغان ينسبين وضعي قادة وضعي كس عضان كاتغان ينهبوه ومكا يركان شركك كفرك معاصدة فسقك بدعب بلالك ذلك 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 اللوئن وحي اللوئن صرفك اللي حين تسحق لك اللي إلا قف آيات كست يحق كستهو عداد أن راعين بلال كستهو أركان إسكان راعي وحم وغطى قلوب تيسين حق لك اللي مركز إلهي سبحانه ذلك اللي انتهز ثابت واسق ناضي بأنهم بسبب أنهم متكبرين كذبوا إلي بيريه بآياتنا آيات كنا إلي بيريه أو وكانوا أي أهادين غافلين كواع المنصا عنها آياتها وحا لوغ اللي حيو سيدا سلوغو إقابة إلهي نوشيغ سيان اسكاقا إلال النو إقابة النو عانا وحا يكون متين وحا ويان آيات كالليسا قلبك كرمين ابنهنا وما تقن قلبك كما رمينه وكبيري غافلين ان قدينا ايضا محان وحان قد سمينا يدو يا كو بني وحان اما لغا ريبي مبا حسوس تام ما كو في كلام قرشوا رقمت ماهم وهي نفتو ربتي سمينيا وهي نفتو نعدان ويسك دينيا غافلين كاين حدود الله دان اي ايات الهي وحا ويان وحان ان ايات ديده يا إني أمرتي مدن أميزان ميان وحي سمينا يا وحي نفتو ذو ربط وحي نفتو ذو عدن وكتغين غافلين كيهن حدود الله إلهي مكا وكو إقابي إني سنفهم دينك الله والذين كو كذبوا بيني بآياتنا آيات كينا وقلوبتي بكبيني واللقاء الآخرة آخرة لكل مدين بيني وإن آخرة لصابحنا يبعثي جرى بيني حبطت وابرتي أعمالهم عملية الكودي أعماشي أهضي وناك سمييين إلا قال كمراك قبل واحد إيه كارتا إنو عمل وناك سمييين قف قرابدي ساحري ليو مسكين أو واحترو والد كسباره النغضو وعيد إيه كارتا وحاس أي سمييين وابرين هل يجزون ميال وعلى المرنا إلا ما شيء ما هاني كانوا أي أهضين يعملوا مكوى سميي وحي سمييين الوعلى المرنا عمل كودين وابرين قال تعالى إلى الغير واتخذ وحي كبكتين قوم موسى نبي الله موسى قوم كيسي واتخذ وحي كبكتين قوم موسى نبي الله موسى قوم كيسي من بعده من بعد ذهاب موسى نبي موسى تريدسي كقدال من حريهم ذهب كي أي كسوقاتين غير قبدي وحي كبكتين إجل ويل ويل كاسو جسد ذا جسد جل صاحب ويل كاسو له أوسونا ذا خوار أنصار أرم يروا ميسان أركين أنه ويل كا لا يكلمهم إنوسا لهد لين ولا يهديهم أوسا كل هلولين سبيلا وضع اتخذوه وحي كبكتين إلها وكانوا وحينا هذين ظالمين قوى قردرا ولما سقط مكي لبطع في أيديهم قعنهودا أو ورأوا أي أغادين أنهم أيضوا قد ضلوا إلى اللومين قالوا وحي رهدين لئن لم يرحمنا ربنا ربكين هدوسا نورنا حريصا ويغفر لنا أوسا نودا بالدافين لنكوننا وحن كمتنا قرأينا من الخاسرين كوا قصاري إلى وقلنا الله يا سبحانه ذكي غير بنو إسرائيل إيه باديوبي النبي الله موسى عليه السلام مركم مناجات في ربي آدي دينك آدي إلى وقر سبحانه واتخذ وحي كدكتين قوم موسى نبي الله موسى قوم كيسي من بعده من بعد ذهابه موسى تقيم كيسي كقدال مركو تقيم مناجات في آدي من حريهم بالدود وحي كدكتين حريدا والذهب أي كسو عريستين قبضيين في قبضيين توقلا في فرعون كتا شيء
qoladii fir'aawn ka dhashay ay waxay caariyo uga soo qaateen dahab fara badan habeenkii markii la dheelmirayay marka la soo tageen markii nabiyullaahi muusa calayhi salaam uu munaajaadkii aaday oo rabbi meeshu ku ballamiyay yiri imaam tawraat halgu siiyay uu aaday am muusa saamir la hadlay oo uu yiri keena waxa dahabkan haydaan waa ka aruuriyay waa shiilay waa dhalaaliyay markaas wuxuu ka sameeyay dibi dibi yar oo weylaha wuxuu ka sameeyay oo qurux badan haysu ka sameeyay marka min xuliyihi biladoodi waxay ka dhigteen ijlan weyl weyl yar ijli waxa la dibiga yar weyl weylay ka dhigteen weylkaas oo jasada daa jasadi jir u saaxiib culimada gabadha waxay leeyihiin caadi wuxuu uga noqdaa wax lagu imtixaanayo jir caadi oo dhiig iyo hilib leh jir caadi ah oo dhiig iyo hilib leh ilaahay ka dhigay waa wax imtixaan oo la isku imtixaanayo in hiya ila fidma tukano imaan doonta ilaahay wax kale ma waa imtixaan adigu ku imtixaanayo jir caadi huba yeeshayba weylkaas oo leh weylka u sugnaaday khuwaar insaar waxa weyn khuwaarka wax leedaa dhawaaqa lo'da lo'di waa insaar xiday ee la yiraahdo marka waxa weeyaan waa dhawaaqa sida dib caadi ah oo u dhawaaqa muuxule waa dhawaaqa dibiyad buu malaynayaa waa dib caadi ah islaam markaad maqasho marka qaar waxay leeyihiin caadi dhiig u yeeshay iyo jir waana dhawaaqay qaar waxay leeyihiin waxa weeyaan muuqaalka dahabkii u dhalaaliyay sida dibigii u sameeyey afkii waa ka daloola ilaa caloosha waa sii daloosha gadaal waa ka daloola dabayshu u jeedine rahna dhexduu ka gelina dab yaa loo dhaweyna raad markay kululaato waa qayliye markaasuu sida dibigii dhawacod ku soo baxa uuleey ma arkayna inuu dhawaaqayo weylkaasa la caabuda qurxa badan marka ilaahay baa garanay inuu dabayshu ka dhawaajinay qaar waxa leen dabayshaas afka ka gelay gadaal ka bixi saas u dhawaaqa marka inuu sidaas u dhawaaqay inuu weyl caadiy lahaa oo jirba yeeshay oo sidaas uu ilaahay ka dhigay ilaa garan ta dhalaaliyay uu markuu dhalaaliyay oo shiilay oo qaabkii weylka u sameeyey oo wuxuu soo qaaday malku jibriil faraskiisu meel ku istaagay meeshii raadkii oo waxa weyn faraska malku jibriil uu sacab ciida ka soo qaadan kaasoo ku shub weyl caadiy iska noqday weyl caadiy uu iska noqday ilaa wuxuu yiri subxaana ijlan weyl ayay samaysteen weylkoo jasada daa jasadin jiru saaxiib ah weylkoo lahu u sugnaaday khuwaarun ansaara alam yaro miyaysan arkayn ilaahay ilaahay waa eedayna inay waxa weeyaan qalday yihiin ma waysan arkayn markay caabudayeen inuusan hadlayn inuusan hanuunayn oo lahayn waxaas waa xaraan ha la iska daayo waxaas waa xaqi ha la sameeyo ilaa allah rabbul caalamiin addoommadiisa waa hanuuniyaa kitaab u soo dejiyaa waxbuu amraa waxna waa ka reeba marka waa kuwa iska caabudaye soo uma jeedaan wax uu amraa iyo wax uu ka reeba midna inaan leer taasna garan waayo inuusan ilaahnimo istaahilin marka alam yarow miyaysan arkayn annahu weylka laa yukallimuhum inuusan la hadlayn walaa yahdiihim uusan kuna hanuunayn sabiilan wado ittakhaduuhu waxay ka dhigteen weylkaas ilaahan mafcuul istaaniga wala iska xadfa wa kaanuu waxay ahaadeen daalimiina kuwa kardara walamaa suqida markii lagu dhacay fii aydihim suqida fii aydihim waxaa loo isticmaalaa walamaa nadimu markay shanlaayeen qofku markuu shanlaayo afku gacanta ku qariina marka waxa leedaa suqida fii yadi marka waa shanlaayeen aloola jeeda waana markii nabiyullaahi muuse soo laabtay oo uu caqli ciriyey oo uu waariyey kadib weeye toobadkeenka maaha nabi muuse intuu maqnaa maaha waa markuu soo laabtay oo uu caqli ciriyo waaniyey kadib walamaa suqida markii lagu dhacay fii aydiihim gacmahoodii oo warra'aw ay ogaadeen annahum ayaga qad dallu inay lumeen oo muuse saamiriya lumiyey annahum ayaga qad dallu inay lumeen qaaruu waxay yidhaahdeen la in lam yarxamnaa rabbunaa haddaan rabbigeen noo naxariisan wayaqfir lanaa uusan noo dembi dhaafin daan rabbigeen noo naxariisan oo toobadana waafajin uusan noo dembi dhaafin lanakuunanna waxaan ka mid noqonaynaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walamaa rajaca muusa nabiyullaahi muuse markuu soo laabtay ilaa qowmihi tolkiis qadbaana xaala uu yahay midkii caraysanna uu soo laabtay asifan xaal uu yahay midkii tiiraanyaysa uu soo laabtay qaala wuxuu yidhi biisa baas ayuu lahaaday maa shaygii khalaftumuunii aad iga khaliif noqoteen min bacdi aniga gadaalkay acajiltum ma waxaad ka degdegteen amra rabbikum rabbigiin amarkiisii wa alqaa waa tuuray nabiyullaahi muusa
الألواح الواحد وطور وأخذ وقبط بالرأس أخيه ولالك اسم دحيسي يجره ولالك اسحار أسوكي ليه إليه حقيسه قال وحيري نبي الله هارون يبنى أمة هو يلي ويلكي إن القوم قومكو استطعفوني وإقميستين وكادوا حيرسيقين يقتلونني إلي الدلان فلا تشمت بي الأعداء عدو يلك هايقو فرحات جرين ولا تجعلني هايقات لغين مع القوم قوم لتركولة قوم كالظالمين أي ظالمين تا قال النبي موسى وحيري رب ربي قيقيو اغفر لي أنيقا يدن بداف ولأخي ورالكين يدن بداف وادخلنا إله النجري في رحمتك النحريستاذا وأنت أذيقا أرحم الراحمين أنت النحريستا كان النحريس بدن أياتها ولما رجع موسى نبي الله موسى مركو صلى عبتي أو كصلى عبتي مناجاتك نبي الله موسى مناجاتك مركو كصلى عبتي توراتنا لسيو سيقو التورات سيدئو يمد الواحد وقران تهي لكن هرأي لوغو الصوشيك إني في النوبين انتم معنا قوم كيس وصورة الضاها ينكو صامرني قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري إلى سبحانه وتعالى وغيري قوم كاغي وافدنا إني قدالك وحانا بادية إنك سامري أها مركز سداسة إلهي لوغو الصوشيك وو يقين صنايا واهوبي إني في النوبين سوسوس علي مركو يمي أو أركي ورکه یه گو دیمی که کاره رئیس آن حضرای نیا، اون نرگدی اسی وینت کتاب که وحیم او قرن الواحد و طوری، مرکز ایجی اذین یعنان وسوچیست، ایجی الله هتل، مرکه میشه و میشه، اون نبی صلی الله علیه و سلم یارحم الله موسا لیس المعاین کل مخبری، الهی نبی الله موسا هم نحرست، شی لغوش شی یه شی از عرق اسمالح، ولیگه اسمالح. شيء لغو شيغي إيا شيء آل أركت اسمالي أخبره ربه عز وجل أن قومه فطنو وحوي ربه سو شيغي قوم كيسي إلا فدنيي قدال كيس مركي ربه أول شيغي فلم يلقى الواحد الواحد نبي موسى بطوري وانا أخباه وأخبه ربي فلما رآهم وعاينهم ألقى الواحد مركي وحوي أركو إنها كنفتي والواحد الطور تاس واحد تو سيدا شيغا لوغو شيغو اد كاستا ها كو شيغ خبرك الهي خبرك وينو ما جيرو هم كا وينو ما جيرتو واخا ويان هادلك لوغو شيغو يا واحد اندها كو هادلك كو ارت اسمال حديثنا حديث صحيح انو سيدا سيري او امام احمد اها ايا مسند في سكو وريي حاكم نو وريي باور لفظي با ولو وريي ليس الخبر كلم عيا ولو وريي ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل أخبر بموسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقى الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسر حديث كاسوا عن قصوة إني تشبطي الواح دي حد وكتابك كو قرنا تابك حتى الواح دي كو قرنا نحن تقوم نحي وطوري إني تشبطي أيها قصوة حديث كاس مركا شيء لغور شيء إيا شيء يطرق توليك اسكو سامين ما إله أوشري ورهم يستينهم تاعي مطوري وعريسنا ومروبيسنا لكن مركو إنيسا فاك واتور ولما رجع موسى نبي الله موسى مركو صلابتي إلى قومي قومكي سو صلابتي غضبان حال ويهمتكي عريسن وصلابتي أسيفا حال ويهمتكي تيران ييسن وحال مترادفة لقدم قال وحيري بيسا باس أيور لهابي ما شيء شيغاسو خلفتموني اد ايغا خليف نقطتين من بعد قضالكي وحا حماضي مركان تغي كقضال وحا اد سميدين اعجلتم مكان دكتكتين امر ربكم ربك الامر كيس امر ربنا وخلجيده بلنقاك الهي وبلنقاضي انو كتاب سو سينا توراتا او خير كودي الدنيا خير كي اخره كجيرو كتابك الله انتنن كينين ميا دب اسك سميساتينو دينكي با كاتكتين oo aad ka degdegteen intii aan iimaanayay marka amarka la sheegay waa wacdigi iyo ballanqaadkii Ilaahay u ballan qaaday inuu Tawraad soo siinayo wa alqawa tur annabi Muusa ala alwaahil waahidi wa akhadha waqabta bi raasi akhihi walaki ismadhi si qabtay
يجره حال سو جيديو الى حقي سو سو جيديو ولي با غركنا وا قبطي غرك اي مدخ انت اسكو قبطي او سو جيدي او غرك انو قبطينا سوره وحوين ضاها ايان كو سو اوغانو كو سو مرني يا ابن امه لا تاخذ باللحيه ولا بالراس اني خشيت ان تقول فرحت بين بني اسرائيل marka garka iyo marxunta isku qabtu soo jeeday wuxuu siiri dadkan markay baadiyoodeen uu ka gaabiyo oo kama reebin saas u siiri mana ahayn sidaas waa uu ka reeb ee waa ka diiday ha suratu taaha ayan ku soo marnay inuu ka reebay walaqad qala lahum harunu ya walaqad qala lahum harunu min qabl ya qaumi inma futintum bihi wa allah la nabi harun wuxuu ku yiri tolkeeyo waa la in fidneeyay weelkaas la in ku fidneeyay wa inna rabbakum arrahman rabbigeena cibaadada mudan weelkaas ma ahan ee wakiin xariista ballaarnaay badan in kala dilaaciyay oo cadaw in ka badbaadiyay fa tabiquni wa adii'u amri aniga soo raaca warkayga yeel saas ula hadal habar ma gaabin waaba gumaysteen ba waaba dil tagen ba laakiin sidaas uu soo rogay nabii muuse wuxuu siri amu ka gaabi markaas unta guudka iyo garka qabtay uu soo jiiday xaqiis uu soo jiiday ilaahi dartiis uu carood قال وحير قال النبي هارون عليه قال النبي هارون وحير يا ابن امه ابن امه انا هي ابن امه هو ويان حرف المديه اللي حذفه حرف المديه هو كو حد هي سوره الضاها سوره الضاها وهو يا ابن امه لا تاخذ باللحيتي اقوى حرف المدوس هو حد قال وحير ابن امه يا ابن امه هو يلي ويلكيديو ان القوم قومك استضعفوا ويغمستي انا لو شيغ حق وي ضعيف صدق وكادوا وحيوا كسبتين يقتلونني إني إدلاء فلا تشمد بيها يقول فرحات قالين الأعداء عدو يالك عدو هو يقول فرحايا دادي جيدو هرتو يقول جيدو وحيلين مركي هرين أساقال لك كلوة دبيغان لعام واكو ويالكي سيبكو يجين أساقال لإيدي هرتب واكو بفعنا إنساس لغو قلو لغو جيدو حيلة مركي هرين تطولك أداء قلافي نرهاعي ديدي قد نواتن أيضا فوق بعض عدو هو فرحايا عدو هو فرحات قالين taas waxay ku tusay da qofka muuminka wax weeyaan wax cadawga iyo gaalada ku farxaan laguma sameeyo cadawgaaga laguma farxad galiyo cadawga muslimiinta qofka muuminka laguma farxad galiyo fala tushmit bi yaada wal cadawga haygu farxad gali wala tajcalni hayyeli ma'al qawmi qawmka la jirkooda qawmka adalimina dalimiinta qawmka dalimiinta haygu darino ayagu waa qaldameen anaga inaan qaldameen sidoo kale oo aan markay lumeen aanan ka reebin taw qaadane هل قدر الكواس قال وخر النبي موسى نبي الله موسى قال دان له قال النبي موسى وخير ربي ربي غيغي اغفر لي اني ايدن بي دا او ولالك هدان كو حد غبي اله وي دا ولي اخي ولالك اله ودا فدو غاب سميه وادخلنا الله نجي في رحمتك نحريست هذا اله نجي وحوين مغفره يا رحمه دا دي لا جمعيه مغفره اله الذنوب تينا ترتر ويها نو قبا إلهه هدا كدنا دنوبتي مع سيدنا نجا إلى توفيقنا وافتي ورحمتنا وادخلنا إله نجري في رحمتك نحرس طارا وأنت أبيك أرحم الراحمين أنت نحرس تكنو نحرس بدناتا قال تعالى إلى وقير إن الذين ضدك اتخذوا كدكتي العجل ويلك يعني إله هو إله كدكتي سينارهم وحجر الدونا غضب عرو عرب عصام من ربهم حق الرب قدك آهاتي إيا وذلة دولي غاسو في الحياة نلاشي نحدي ذا هذي نلاشي الدوية إيدو وكذلك أبال مرين تاسو كالي النجزي أبال مرينينا المفترين كوا إلهي كوبين أبورتا والذين الضدك عملوا سميه السيئات حمان يالك ثم انتاسك قدال فابو كالتوبت كينين ثم انتاسك قدال فابو توبت كينين من بعدها بعد سيئات حمان يالك اسك قدال قالوا آمنوا خميه إن ربك ربك من بعدها أرنتاس أي سميه كقدال لغفور ومدد بداخل رحيم أو نحرس بدن إن الذين ضدك اتخذوا كدكتي الإجل ويلك إله هو ويلك إله كدكتي سيناله وحجار الدونة غضب عرق على داس من رب حق ربي وتكاهاتي عرق الله كبير الدونة وأنا كل عدد عرق وحي مغطي إلهي موسان كالتوبة أقبلين إلهي إسدلين وحلو إقابي إلا إرهدو توبة كينا أو قبل كين قبل كالي حلاي سلاي فطوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فطاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
fudadood waxa laga dhigay inay islaayaan oo gobol magal kala dilo baba iska dhiga waxay leeyihiin mufasiriintu tadabaatan kun ay hal habeen ka dhigeen oo iska dilay si ilaahay toobada uga aqbalo si amarkaas aadi u qaato ilaahay si uu ah islaay marka waa ciqaab waa ciqaab wadillatu dilli ayaa gaari doona dulligaas oo fil hayaati nolosha dhexdeeda ahaday nolosha adduunyada ee dulligaasna waa dulliga ilaahay yahuud ku xukumiyay adduunka intay joogeen dulliga saara qofka yahuudka dulli asara illa dambiga sore galeen wa kadalika abal marintaas mayay ku gaartay marka yahuud wa kadalika abal marintaas oo kale najsi waxaan abal marina al muftarina ku ilaahay ku been abuurtay ma aanu ilaahay leeyahay ayaga kaliya yahuud kaliyana ma qof kasto ilaahay ku been abuurta waa weyn dulligaas lagu abaal mariyo dulligaas lagu abaal mariyo haafidun katiru wuxuu yiri wa qawluhu wa kadhalika najzi muftarin na'ilatun likulli man iftara bid'a qof kasto bid'a la yimaad sidaas ilaahay weyna ugu abaal marina qof kasto bid'a la yimaada fa inna dhullal bid'ati wa mukhalafati risala muttasilatun min qibalihi ala katifihi qof kasto oo bid'a la yimaad ilaahay kitaabkiisa qilaafa dulligaasa garbaha u saaran kama qaal al-Hasan al-Basri in dhull al-bid'ati ala aqtaafihi bid'aalayaalka garbaha u saarantay dulliga dulligi bid'ada garbaha u saaran wa in ham lajab bihim al-baghalat wa taqbaqat bihim al-baradin wa ween baqash baqla quruq badan ama farta quruq badan haday rabaan ku socdeen dulliga garbaha ka saaran al-bid'a dulli asaran ilaahay kaatib wuxuu ku baraarujiyay addoomadiisa inuu toobada aqbalo dambigu wuxuu rabaa haado gaalnimo haado shirki kale haado nifaq haado haado waxa weyn macaasi dhamaan ilaahay toobada inuu aqbalo ilaahay wuxuu subhana walladina dadka amiru samayeen asayiat humayalka humayalkaas waxa rabaan haadeen kufri shirki nifaq iyo bid'o fisq iyo macaasi kale dhamaan way soo galeen thumma taabu toobad keenay min baadiha baad sayi'at humayalka ay sameeyeen ka gabaal dadka toobad keena oo wa aamanu humayeen inna rabbaka rabbiga min baadiha kalu'in min baadi tilka fa'la arinta ay sameeyeen ka gabaal ama sa min baadi tawba tawbada ka gabaal la ghafurun wa min dambin taafadan rahimun oo naxariis badan tanuna waxay ku tusayda fadliga ilaahay fiiri reer banu israa'iil inta aayaadka alle arkeen oo rumeeyeen oo ilaahay cadawgoodii halaagay oo badii ka soo gudbiyey aan nabi muuse markuu ka tagay ridoobeen qaybtaas waa ridoobeen ka faray noqdeen weyra caabudin markay ridoobeen ka gadaal ee ilaah subxaana wa tacaala wuxuu ugu baaqayaa inay toobad keena uuna ka aqbala toobada weli uu u sheegay inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim taasna marka waxay tusaydaa oo inna sariixa ku tahay waxa weyn qofka murtadka toobada ilaahay waa ka aqbala haduu toobad keeno وانا هذا اجماع با او واحد خلاف مالك شيخ الاسلام التيميه وهو يري والذي عليه عامه اهل العلم مذهب اي كوسغيه ضمان اهل العلم من الصحابه والتابعين او اه صحابه النبي محمد يا تابعيالك انه تقبل توبه المرتد ولا اقبل توبه المرتد في الجمله غودها صارم المسلول ك صدح بقول طبان يا صدح marka waxa weeyaan qofka inta naftu halkaas iman qoraxduna aysan ka soo bixin dhinaca ay u dhacdo haduu toobad keeno toobada waa laga aqbala oo dadka gabal waxa iskaga qasma qaar waxay raadan qofka nabiga caaya toobad lagama aqbalo wax yiri culimada ma jiro hal qof xataa culimada yiri ma jiro qofka nabiga caaya duu awl muslim ahaa waa kaafir waa hidoon ayadoo idku qasabtay la arago doortay haduu caayo waa hidoon waana ijmacni murtadiyah laakin haduu toobad keena toobada laga aqbalay ma hoggaalu siisa waxaana hal qof culimada weli isma dhig hal qof culimada weli ma jiro kariya cilmi waxay isku khilaafaan qofka nabiga caaya waa murtad dilna waaleya intaas waa ittifaaq haduu toobad keeno dilkii ma laga dayne mise waa la dilay khilaaf waa intaas cilmi gaar waxay raadaan haduu toobad keeno qof ilaahay caayuu la mid oo toobad keenay waa dilkiina waa ka dhacay cilmi gaar waxay raadaan maya qofkan saddex dambi uu galay ilaahi weyna waa ku xadgudbay nabigiisu caay nabigana waa ku xadgudbay daatadiisu caay diinkana waa ku xadgudbay asalkiisu caay ya nabiga loo soo diibay haduu toobad keeno xaqi alla waa ka dhacay laakiin xadgudubkii nabiga uu ku xadgudbay nabigii afis kama hayno waa dhintay nabiga waxaa la dilay xad ahaan inta la dilo
alla carfana la intala mayro oo la carfano ee jeneesay lagu tuka qabro muslimta lagu caaf hada hana loo dira ee macneedu ma aha haddu soo islaamay islaamnimada laga aqbalay ma wax yiri ma jiraan xurma soo ma jiraan marka waa nooc marka qofka murtadka toobada qala qala ummadi reer banu sa'il waxa dalilay toobada laga aqbala marka oo waliba ayagu naga cusla ahkaamtooda marka ummadan maxaad u maleeyneeda قال تعالى إلى وحيري ولما سكت مكو كان موسى عن موسى نبي الله موسى حجيس القضب عردي أخذ وحقاتي الألواح الواحدي وفي نسختها الواحدة النسخة إذا وحا كسوغنات هدى هنونين إيا ورحمة النحريس للذين تدكي الله النحريس هم أيضا يرهبون التبر روحيا لرب ربي ولما سكت مكو كان موسى عن موسى نبي الله موسى القضب عردي عردي أوحى لك أن يسيد قف لحظ الله نبي موسى عردي يسيد قف أو كالعمل قف كلاحظ الله أوله وحى السميع وصاص قف كمركو عردي عردي مكت أوامره سيني أوامره كسيني سكت نعي وإن تسبير إن تاسده وإن تسكو السميع عردي يسيد قف عملي كلاحظ الله قلبي حقي سيكاشو قيني مركا وحى وين عردي مكي كدكتي وعي حسي شيء أوحى لك أن مكي كأمستي marka wala ma sakata waxa loo jeeda waa ma sakana marku xasilay loo jeeda wala ma sakata marku ka xasilay an muusa nabiyullaahi muuse alqatab aradi marku ka xasilay akhadal alwaah alwaahid suuqa wixii uu jajjaba oo suuqa fasiinta gabadha waxa yiraahdeen waa jajjabta xoogaa weenaha laga helay ahkaamtu waa la weeyay waa burburt waa burburt ilaaha garanay marka jajjabku waa soo aruursaday أخذوا سوقاتي الألواح الواحد وفي نسختها نسخة إذا وحل القرآن نسخة وحل ويان أي ما نسخ فيها وحل القرآن وفي نسختها نسخة إذا وحل كسرنا هدى هنوني للذين تدكي الله هنوني هم أيضا يرهبون التضرع لرب هدود رهب أيضا بمعنى تضرع لا لرب النسيب كسلام لقد تعجسي وحاولين ذلك الرب التضرعها كالبقية تتكاس أي هرون أطه والكهيريين وحاولين دونيان أحكام ورحمة نحريس أياكو سبنات للذين تدخل الله نحريستو هم أيضو يرهبون كالبقية وحاولين التضرعها لرب ربي قد ذلك الرب قد اسكدوا لينا رحمة أبو جرتا حمانا طني كرهب ونأك وطنة ويعدين قال تعالى إلى وحيري واختار الدارتي موسى نبي الله موسى قومه من قومه تركي سوقا دورتي 70 رجلا تضرات من لميقاتنا وقتي ان قبن ايو دورتي فلما اخذتهم مركه قباتي تضراتك اردجت لوريد دول كلا لجلجلي قال وقال النبي موسى ربي ربك يجيو لو شئت ابد دون له اهلكتم ودراجله من قبل خروجي به انت انا تلكوت كاسوبين واياي انا ودي هراجله أتولكنا إلى ما واحد نهلاج بما شيء فعل أي سمية السفهاء كوا من قطع عقل فضوط منا أنجا حالي نجمديه إن هي ما هي ما هم ضلال كي قام كي يقول دعين إلا فتنة توكا امتحان كذا ما هني تضل الله وابالي يدا بها فتنة من تشاوق في كدونتو وتدي ودهوري ده من تشاوق في كدونتو أنت أديك ولينا ما مره ناتهاي فاغفر لنا الله الدنوب تاني هورا نوضع ورحمنا الله نوم حرسو هده كدب نغا إلالي وأنت أديك خير الغافرين انت الدنب دافتا كانوا خير بداناتهاي واكتب لنا إله نووكي في هذه الدنيا ده نحديد حسنة حالة ونكسا وفي الآخرة آخرة نحديد حسنة حالة ونكسا إنا أنك هدنا وطورت كان إليك أدنكو طورت كان markii ay qalad ka sameeyeen reer bani Israa'iil gabal ka mid ah weelka ay caabudeen Ilaahay weena wuxuu amray Nabiyullaahi Muuse inuu tadabaatan oo waxa weey akhyaartooda uu ka soo wadaba miqaad iyo balan loo qabtan uu keeno jabal duur uu keeno ay uzur daartaan oo toobad keenaan oo dadkoodana too Ilaahay weena ay dabidaaf u weydiyaan oo ka uzur daartaan qaladka ay sameeyeen oo inta badi laga soo badbaadiyo cadawgoodii la halaagay intii kitaabka loogu maqnaa ay dibiga xadbi inay arintaas ka tadarucaan oo ay ka toobad keenaan oo ay wax weyn ka cidur daartaan bal tadabaatan soo wadaalin tadabaatankii soo wada tadabaatankii markuu soo wado jabal duur keenay
نبي الله موسى ربي الله هذلي وحي رادين ربك الله هذلي يدو نتوس إلى أن نتوس تكو همين مين إلى أن أنك أجيب من تدوى وين أنا إسكما سعنين أنك وحن ضد أنك أدن بي مركان هذا الله بنا وحيانا لو يديد دونا نين كان وحسن وشيكي كلي إسكتهم مين لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة سورة البقرة إلى أن سعيانا هو أرقنا ربي همين مين أي رهدين أوكي اللي قريري اللي مركز كل نفط قوضة بحيثة تطبعات كل تطبعات كنا وحلكي قوم نبي المسلم إرحان لها تنقوض أطب أنا صوح ولين تطبعات كي إن بحيث أفضل كلب يشتغل العالمين إلهي يوها يوعى عيغي كسو علي نفط بعد بات إلهي يوها يوعى عيغي نفط أسو علي إلهي نفط أسو علي سورة البقرة وحي كتيرته شن آيضو أو شن تبدد انت إله دلو لنتي إلى سنولي شم أبوشي تميرة سورة البقرة كليجي مركا تاسونا على توسية ضد كي قريب سنة ضد من تاسونا لنا أدون كي ذكر نعلم ضد من تعلم تيره سنوري هو أنا كمدة تضغط أنا كمدة واختار موسى نبي الله موسى ودورته قومه من قومه تلقي سوق دورته 70 رجلا تضغط لميقاتنا وقت أن أقبلنا ككامري وأدورته فلما أخذتهم مركع قبطي أربيت فتو قلقلت دلو كلنا قلقلت قال وقوير أوي ورا انتين لما هو ورا انتين قال وقوير ربي ربي قيقيو لو شي تهدد دون لهد أهلكتهم وادهلاق لهد من قبل أي من قبل خروجي به انتان الله صبحنا أنو سوذي أدهلاق كرتي دنبقى مركع قلق وياي أنا قد وادهلاق كرتداد دونت ربي أدعنا مامولا أنت أريق ولينا مامولا هنا وقال واحد دونتا ميل مرا واحدا دونين ومصعدا أتوه لكونان من هلاقة إذا بما شيء ميادنو هلاقة السبب تيس فعلا أي سمية السفهة ومانقافة من نعنى حالي نقمدين إلا هو مانقافة ويلك أبدي هو أقلق فضوط مانقافة واحد سمية ميادنو هلاقة إن هي ما هي فتنة سماهين هي ده واحد اللي علم إبادة العجل دي بعابدو دي إن هي ما هي فتنة سماهين إلا فتنتك امتحان كاغمهاني أذاكو امتحاني ويلك يسكا قيليي إن هي ما هي فتنة سماهين إلا فتنتك امتحان كاغمهاني تضل إلى هي وابادييرا بها فتنة من تشوقف كادونتو وتأتي وادهنوني ده من تشوقف كادونتو أنت أذيغا وليونا مامولهن تأذان مامولا فاغفر لنا إلهو نود مداف ودروب تيني هردف وارحمنا إلهو نون نحريسو وهد كدبنا توفيقنا وافاتي إنان حمان تكفوغانو وانت أذيغا خير الغافرين انت دم بدافتا كانو خير بدانات واكتب لنا إلهو نوقر ونواجب في هذه الدنيا الدنيا ذا بحديدة حسنة حالة ونكسن إلهو الدنيا نواجب وفي الآخرة آخرة بحديدة إلهو حسنة ونكسن نواجب وحال ونكسن نواجب إنا أنك هدنا إليك إلا وضعنا هود طوبتك أنه صلى الله عليه مركا هدنا داس ألغا كان قارئ يهود اللغو مقعابو إنا هدنا إليك